توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كان حلما يراود الكثيرين، لكنه أصبح حقيقة على أرض الواقع بفضل جهود الدولة التي تقدم خدماتها للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية. وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت وزارة البترول والثروة المعدنية لتعلن إطلاق خدمة تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل التي يتحملها المواطن في المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة بواقع 30 جنيها شهريا على فاتورة الاستهلاك بدون مقدم أو فوائد لمدة 6 سنوات. جاءت لتخفف هذه الخدمة العبء عن المواطنين وتحفزهم على الإسراع بالتعاقد للاستفادة من تلك الخدمة، حيث شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين. كخطة قومية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، النهاردة بنتكلم في ان احنا وصلنا كإجمالي ما تم توصيله الى اليوم منذ ان بدأنا هذا النشاط 9,700,000 وحدة سكنية. دي اولا. ثانيا، وصلنا المعدلات السنة اللي فاتت المالية، السنة المالية اللي فاتت كانت 1,000,000 وحدة سكنية، وده رقم يعتبر غير مسبوق. لكن لو احنا اتكلمنا بالمعدلات الشهرية، احنا نقدر نقول احنا دلوقتي بنتكلم في حدود 100,000 وحدة بنوصلها في شهر، او من 100 ل 110,000 وحدة في الشهر. لما بنوصل 100 ل 110,000 وحدة سكنية في الشهر، معناها ان احنا لما هنمسك سنة مالية كاملة او سنة ميلادية كاملة، هنقدر نتجاوز 1,200,000 1,300,000 وحدة سكنية ان شاء الله هتبقى معدلاتنا السنوية. الحقيقة ان احنا برضو قدمنا لأهلينا مبادرة جيدة اللي هي التقسيط، لأنه كان قبل كده بنطلب إن إحنا عند توصيل الغاز الطبيعي للمنزل كنا نطلب 2,100 جنيه رسوم، وده الجزء اللي بيدفعه المواطن، والدولة بتتحمل الباقي اللي هو في حدود حوالي 3,500-4,000 جنيه. فاللي حاصل إحنا قلنا لا، 2,000 جنيه اللي المواطنين بيدفعوهم هيتم تقسيطهم على 6 سنوات بدون مقدمة، وقسط شهري فقط 30 جنيه. فإحنا بهذه المبادرة استمرنا، ودي فتحت لنا الحقيقة كميات كبيرة من التعاقدات. وكان من أثر ذلك إن إحنا استطعنا إن إحنا في منذ إطلاق هذه المبادرة إن إحنا نرتفع بمعدلات التوصيل. المواطنون الذين أعربوا عن سعادتهم في تحقيق أمنيتهم بتوصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم أشادوا بالجهود التي تبذلها الدولة في هذا المشروع العملاق. الناس كلها بصراحة يعني إن هم بيسهلوا لنا الموضوع وبيخلصوا لنا بسرعة، يعني بصراحة يعني بنشكرهم جامد جدا جدا جدا، وبنشكر طبعا فوق الكل طبعا الرئيس السيسي. هذا كله يعود للفضل لله سبحانه وتعالى، ثم للسيد رئيس الجمهورية بقراراته القاطعة والصارمة خلاص بتنفيذ هذا المشروع الذي طال انتظاره من أهالي كفر شكر. ونحمد الله عز وجل بتنفيذ هذا المشروع الذي وفر على أهل كفر شكر كثيرا من المشاق في تغيير الأنابيب، كثيرا من المشاق في انتظار الأنابيب. مدينة كفر شكر من ضمن المناطق المدرجة في خط توصيل الغاز الطبيعي بمحافظة القليوبية، اللي هي تقريبا في حدود حوالي 10,000 عميل. ال 10,000 عميل دول كانوا مقسمين على سنة 2018 و2019. 2018 حققنا من آخر السنة تقريبا حوالي 4,000 عميل وتم توصيلهم بالفعل، والمستهدف في خلال 2019 في حدود 6,000 عميل تم توصيل منهم حاليا حتى تاريخه في حدود 3,700 عميل من باقي 6,000 عميل اللي موجودين، يعني يكاد يكون عدينا دخلنا على 70% من خط توصيل 2019. موضوع التقسيط ده ميسر جدا للمواطن المصري العادي البسيط، 30 جنيه ده قسط لا تذكر، حاجه لا تذكر على 6 سنين، يعني جزاهم الله كل خير. مبادره جميله جدا وريحت الناس وشالت عنهم اعباء كتير عن الاسره المصريه، وخصوصا ان القسط بدون فايده، فده ريحهم وريحهم كمان من تغيير الانبوبه وهم تغيير الانبوبه كل شويه. ده احنا الانابيب بتاع البوتاجاز في العياد بالذات قرفتنا. الوقت الغاز يمكن استهلك ب 10 جنيه ب 20 جنيه. اقدر امشي حالي. وصلوا العمومي قدام البيت، وصلوا لحد الباب، وجا النهارده عشان اتعاقد، فقلت انا ما بعيش، انا هتعاقد بايه وبتاع؟ قال لك ده تعاقد ببلاش، ما فيش اي حاجه غير انك لما يوصل الغاز وتستعمله كده تدفع 30 جنيه. مريح، ولا بندور على انبوبه، ولا انبوبه جت، ولا العربيه الانبوبه جت ولا ما جاتش، موجود في البيت على طول. ممتاز طبعا، لان مش دايما احنا معانا المبلغ ندفعه كاش، فكده ممتاز وبيسهلوا الامور مش بيعقدوها. قصه التقسيط الشهر دي هتريحنا جامد. الحمد لله دلوقتي حاجة رائعة 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 بجد، أنا مش مصدقة لحد دلوقتي إن أنا وصلت الغاز بالسهولة
وباليسر ده، وبجد انا يعني فعلا نقدر نقول ان الدوله ايد بتبني وايد ماسكه السلاح. منطقه الجياره دي منطقه مخطط توصيل الغاز ل 2500 وحده سكنيه. تم توصيل الغاز بالفعل لحوالي 1000 وحده سكنيه بما يعادل 60% من الوحدات المخطط توصيلها. طبعا اللي يسر عمليه التوصيل وسرعه التعاقد مبادره الدوله بالتعاقد عن طريق 30 جنيه يتم تقسيطها على الفاتوره بدون مقدم وبدون فوائد، ودي عامله طبعا طفره كبيره جدا في اقبال العملاء على التعاقد. الحمد لله نعمه من عند ربنا، احسن نشيل الانابيب واحسن من نجي على بتاع الانابيب. كنا بنعاني من الانابيب البوتاجاز، ودلوقتي من ساعه ما دخل الغاز احنا دلوقتي احسن كتير. يعني الغاز بيريحني كتير، ما الانبوبه بتفضل في وقت مش مناسب، انما الغاز الله اكبر لا يجي على وقت ما تقطعش عليا وانا بعمل حاجه، انما الانبوبه كانت تقطع ممكن وانا بعمل الاكل. جميل جدا وحلو واحسن من الانبوبه بكتير. المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل حقق حتى الان معدلات غير مسبوقه، ادت للوصول بمعدلات التوصيل الى 9,700,000 وحده سكنيه. احمد ابو علم، التلفزيون المصري.